السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أهلين يا سهلين، يا أهلا ومرحبا بكم أعزائي وعزيزاتي المشتركين والمشتركات في قناتي صحتي الرأسمالية التي تعنى بأمراض الغدة الدرقية والأمراض المناعية بصورة عامة. إن شاء الله في لقاء جديد متجدد، حلقة هامة ومهمة جدا، خاصة الناس اللي اكتشفوا عندهم يعني مؤخرا مرض في الخمول أو إفراط الغدة الدرقية بصورة عامة، يتناولوا الدواء الكيماوي وبدأوا كذلك نفس الوقت يحاولوا يدخلوا في العلاج. فنتكلمكم عن موضوع مهم جدا، وهو وش هي المأكولات والأمور اللي ممكن تأكلوها يعني وتأثر لكم على مفعول هذاك الدواء الكيماوي، يعني الدواء اللي نأخذه اللي هو الألتروكسين أو الأوتيروكس ولا الألتيروفيكس، الهرمون التيروكسين بصورة عامة، فيه مسميات كثيرة في دول كثيرة، ممكن اللي يسميوه ليفوتيروكس، كاين اللي يسميوه الالتيروكسين، كاين اللي يسميوه التيروكس، ولا اسماوات كثيره يعني في دول. وحذاري يعني بعض المأكولات نحاول يعني نبعدوها باوقات كثيره وكثيره كثيره على هذا الامر، باش ينفع هذا الدواء الكيماوي في البدايه، ريثا ما ندخلوا النظام الطبيعي، بان شاء الله النظام الطبيعي يغلب، وكذلك ما نطيحوش في خطأ، وإن الطبيب يبقى فقط غير يزيد لكم كمية الجرعات، وأحيانا يجي الخطأ يجي من الأكل تاعنا، يعني كلينا مأكولات بعد ساعة ونصف ساعة من اللي كلينا هذا الدواء فممكن يأثروا لنا. إن شاء الله في هذه الحلقة نتكلمكم عن هذه المأكولات، وش هذه الأمور اللي ممكن نأخذها ولا أدوية كذلك نأخذها تأثر على مفعول هذا الدواء. إذن الهدف وش هو؟ الهدف فقط أننا نبين لكم باللي الدواء اللي تأخذوه إن شاء الله راه مؤقت، هذا الدواء ما نحبوش الطبيب لما الحاله تبقى مستقره او تتفاق نزيدو نرجع يزيد لنا في الجرعه ويكثرنا من يكونوا 25 ولا في 50 ولا في 75 وبعد في 100 وهكذا وهكذا وهكذا، بقاو فقط نزيدو الجرعات. احيانا يعني خطا بسيط وتافه ممكن احنا نكونوا بغنى عنه ونقدر نحيوه ونبتعدوا عنه اذا فهمنا هذا الفيديو، مهم جدا اذا ابتعدنا عن هذه الامور. هذه الامور راهي تعد على الاصابع، ماهيش كثيره، ممكن نعدوها كاين 1 2 3 4، هناك ممكن خمس أمور يعني هي العدوة. إن شاء الله نتكلمكم في هذا الموضوع إن شاء الله بطريقة يعني وجيزة جدا، ما نطولش عليكم. أول شيء اللي ممكن نتكلم عليه وهو الإنسان كي يأخذ الدواء يحاول ينتظر على الأقل نصف ساعة أو حتى ساعة، هناك من يقول ساعة، باش بعد إن شاء الله يبدأ يتناول وجبة مثلا الفطور، أو إذا كان ولا أكل ولا إذا حب يأكل، كل واحد على حسب ثقافته في الأكل، فينتظر هذا الوقت. لكن هذا الوقت بعد ساعة ونص ساعة إذا كلينا هذه الأمور اللي ممنوعة تأثر على عملية امتصاص المادة الكيماوية والهرمونات التيروكسين من الدواء اللي خديتوه. فممكن أحيانا أنت تكون عندك تياساج صغيرة جدا، يعني ماهيش مرتفعة كتير، عندك 6 وعندك 7، نعطيوك الالتيروكسين 25 ميكروغرام في اليوم، وأنت بعد هذه الجرعة تأخذ هذه الممنوعات بعد ساعة أو بعد 2، فهاد الامور واش تعمل؟ راهي ما تخليش يعمل كما ينبغي هذا الدواء وما تستفيدش منه. فالطبيب هذيك ال 25 يضاعفها لك، وممكن يديرها لك ثلاث اضعاف، وممكن اذا اجتنبت هاد الامور ينقص لك الجرعه بدون ما تبدا النظام، وبعدها ان شاء الله لم تبقى في هذه الجرعه، ابدا في النظام الكامل المتكامل اللي نذكره في فيديوهات عديده جدا. اذا كاينه ملاحظه صغيره وبسيطه جدا ان شاء الله نتكلم وهي عليها، وهي اذا نسينا دواء التيروكسين في الصباح على الفراغ ماذا نعمل؟ وش هو الحل؟ ماذا نعمل؟ الحل إن شاء الله نقوله لكم إن شاء الله في نهاية الفيديو، لما نكمل الفيديو إن شاء الله نتكلمكم عن النقطة كيف نستدرك ما فاتنا من الدواء إذا نسينا. يسرى أحيانا الإنسان ينوض الصباح يكون عنده أمور يعني مستعجلة فما يعرفش وش يدير، لما ينسى الدواء فيبدأ يأكل يقول لك النهار تاع اليوم بلا دواء وسأعاني وسيكون عندي ويكون عندي، فإن شاء الله الجواب يكون إن شاء الله في نهاية الفيديو. قبل ما نروح لنهاية الفيديو إن شاء الله نكمله ونبدأ اللبنة الأولى والعنصر الأول اللي ما نتسهلكوش بعد 2 ساعات 3 4 ساعات بعد الدواء، إذا نخليوه أكثر شيء مدة طويلة، وهي كذلك يأثر على أمراض الغدة الدرقية، وهي الصويا. الصويا من جميع منتجاتها، معناها إذا هي عبارة عن حبوب أو منبتة أو توجد في أي مكان، أي أغذية أو حليبها، أي شيء عنده علاقة مع الصويا نبتعد نبتعد ثم نبتعد عن الصويا. وعادة أصحاب يعني خمول الغدة الدرقية لا يستهلكونها بتاتا لأنها ما تفيدهمش، بالعكس راهي تأثر على نشاط الغدة الدرقية، وكذلك تأثر على عملية امتصاص الدواء الكيماوي. العنصر الثاني وهي خلطة يعني يقع فيها الكثير، وهو بعد ساعة من شرب التيروكسين يشرب القهوة، القهوة يشربها يعني مركزة أو مخففة أو نصف تركيز،
فالقهوة نبتعد عنها، من الأفضل الإنسان إذا حب يشربها بعد الغداء في المساء يأخذها بجرعة خفيفة، ولكن لا تأخذها في الصباح لأن عندك ساعة أو اثنين بعد ما خديت الدواء، فحذاري ثم حذاري، أبعدها قدر ما المستطاع باش تخلي هذاك الدواء الكيمائي إن شاء الله ينشط ويشتغل كما ينبغي. العنصر الموالي وهي المكملات الغذائية العلاجية الطبيعية اللي فيها مادة الكالسيوم. الناس يأخذوا هذا الكالسيوم، من الأحسن إذا أخذتوا الدواء الكيماوي الالتيروكسين ولا الأوتيروكس أو الليفوتيروكس، إذا أخذتوه فبعدوا عن كل مكملات تحتوي على الكالسيوم. أي دواء تلقوا فيه أو مكمل في الكالسيوم ابتعدوا. مكمل آخر للعناصر اللي تخص الجسم هو الحديد. الناس اللي يعانيوا مثلا من الأنيميا يأخذوا الحديد، فالحديد بعده قدر المستطاع يعني بعد 4 ساعات 5 ساعات أحسن شيء الحديد نبتعد عنه، وهو العنصر الرابع من المكملات ومن المواد اللي تأثر على اشتغال الغدة، عفوا دواء الغدة الدرقية الكيماوي تكلم. هناك أدوية أخرى يأخذها الناس مثلا يكون عندهم مشكلية غنية بالكالسيوم والألومنيوم، خاصة أدوية الحموضة. هذه أدوية الحموضة ممكن نجدها في الجافيسكان، في المالوكس، كل يعني غلاف يستعمل في تغطية الغشاء المعدة باش يجتربوا هذوك الالتهابات الحريق اللي عندهم إحساس بنار. فالناس أحيانا ما يقاوموش ينوضوا في نص الليل ويأخذوا هذا الأمر، فانتبهوا لازمنا نبعدوا عليه. دواء الالتيروكسين يكون بعيد على هذا الدواء الحموضة وكذلك الغني بالكالسيوم والألمنيوم. إذا هذه بعجالة يعني ما ننسوش نبعدوا عن هذه الأمور إذا حبينا نستهلكوها نبعدوها بعد ما خدنا الجرعة الكيماوية. إذا في نهاية هذا الفيديو إن شاء الله نتكلم لكم كما وعدتكم في البداية عن كيفاش نعملوا مع الناس اللي نساو الجرعة وما خدوهاش في البداية. الحل هو أنه لما تفكر أنك نسيت وبديت تأكل كمل الأكل تاعك، وبعدها إن شاء الله تنتظر على الأقل 4 ساعات تخلي عملية الهضم تمشي كما ينبغي. 4 ساعات بعد ما كليت وبعدها خد لك الدواء الكيماوي تاعك، وبعدها إن شاء الله تنتظر 25 دقيقة حتى نصف ساعة وساعة أحسن وأكثر، أحسن وأحسن ساعة إذا حبيت زيت سكر مرة أخرى. إذا هذه هي النصيحة اللي ننصحكم بها إن شاء الله. نتمنى لما نطوش عليكم كثير، اشتراككم إن شاء الله ودعم للقناة لأن القناة ما زالت محتاجة المشتركين إن شاء الله. رانا إن شاء الله ما بقناش وقت كثير، ولابد أن القناة تحصل عدد معين من الاشتراكات. إذا ما تحصلناش على هذا العدد فممكن احتمال كثير أن القناة ما تبقاش تظهر على اليوتيوب، ممكن أنها تزول نهائيا لأن ما تبقاش عندها معنى، يوتيوب ينزحها لأن ما فيهاش الناس اللي يهتموا بها. فإن شاء الله حاولوا أنكم تبلغوا هذا الأمر الناس الآخرين اللي مرض بالغدة الدرقية وأمراض أعراض أخرى، انتفاخ، عقد، أمراض مناعية. نتكلم على مواضيع أخرى، فشل الكلوي إن شاء الله نتكلم في المستقبل، أمراض السكري، أمراض كثيرة يعني في أكثر من 100 مرض إن شاء الله نتكلم عليها في الفيديوهات القادمة إن شاء الله بالترتيب والتنظيم على حسب الطلب. وأنتم إن شاء الله عملوا حسنة أنكم توزعوا هذا الخير إن شاء الله للآخرين، ولما يحصل عن عدد كبير إن شاء الله واللي يعملنا إذا إنسان شاف الفيديو وعمل لايك مرحبا، كذلك اللايك كذلك يعاوننا باش إن شاء الله نبقى مستمرين، نبقى موجودين في أي لحظة إن شاء الله. الناس لما تكتب في اليوتيوب أعراض ومرض الغدة الدرقية يصيبوا إن شاء الله ويجدوا هذا الفيديو ويستفيدوا منه، وأنتم تكونوا مساهمين في هذا الخير لأنه فضلكم، فضل يعني اشتراكاتكم ومساهمتكم وتدعمكم للقناة هي تبقى دائمة عند اليوتيوب وتبقى إن شاء الله يستفيد منها الآخرين. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.